بشكل عملية صداعية، يعني بعد بذل الجافي يصير تسريب للسي اس اف للحيز فوق الجافي، بيهبط ضغط السي اس اف في الدماغ، فبصير شد على الأعصاب الدماغية، الأعصاب القحفية بشكل عام، شد على الدماغ لأن الدماغ بيكون طائف على السي اس اف. وزن الدماغ خارج الجمجمة كيلو 350 جرام عند الذكور وكيلو 300 جرام عند الإناث. داخل الجمجمة وزنه 50 جرام لأنه طائف على سي اس اف، إضافة أن المحيط محاط بسي اس اف من الخارج والداخل. فلما بصير شد بصير تحريض لمستقبلات تفرز الأدينوزين. بتفسر هذا الشد أو هاي التنبيهات اللي بتصدر عن الشد على شكل ألم الصداع. الحل أن المريض ظل مستلقي على ظهره، فبهاي الحالة بيضغط الأمعاء على القناة الفقرية، فممكن سد الثقب اللي صار في الجافة، أو وضع مشد بطن، عدم رفع رأس المريض، اكثر من السوائل، اكثر من العصائر. ممكن ياخذ المريض مثلا سيتامول مع او سيداكوتاين او سيتامول مع كافيين مع قهوة. هاي العلاجات ضرورية لتخفيف الصداع، هي علاجات مساعدة، علاجات محافظة وليست علاجات شافية. إضافة ممكن يوصل معه المرحلة المريض ليأخذ مورفين ليتسكن ألمه. أي فالحل الأخير هو البلود بيتش أو الرقعة، أو الرقعة بالضبط، يسحب من دم المريض 10 20 ملي ويتم حقنها مكان الثقب الجافي اللي صار بأي مستوى. فهي بتسكر هاي الدم، بيصير خثرة وبسكر الثقب، فيشفى المريض فورا. لانسيسف يتم إنتاجه ب3 أضعاف حجمه الأساسي، يعني هو حجمه من 90 ل 120 تقريبا، يعني ينتج يوميا بحجم 400 لل 450 ملي. إيه فهاي الفكرة. فنطلب مريض يستلقي على ظهره ويكتر سوائل، يحط مشد بطن، ما يرفع رأسه، ما يحط وسادة، ياخد سيتاكودائين، ويعني يوصل معه المراحل الأخيرة للرقعة الدموية لحل هاي المشكلة.